أحبائي أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج ختم النور. بنواصل مع بعض قراءة الإنجيل واللي بيقول يسوع عن ملكوت السماوات. اخترت لكم النهاردة هذا المقطع من إنجيل متى، متى 13 من 24 إلى 30. انتوا عارفين المثل ده، مثل مهم جدا. يسوع بيقول مثل ملكوت السماوات كمثل رجل زرع زرعا طيبا في حقل، وبينما الناس نائمون جاء عدوه فزرع بعده بين القمح زوانا وانصرف. بيكلمنا عن حياتنا هذا المثل. احيانا كتيره بنكون واخدين قرارات حلوه وعايزين نوجه حياتنا بشكل طيب، ونقول الكلمه اللي سمعناها في قلبنا عايزينها تاتي بالثمار، وفجأة نجد معارضات، صعوبات، تحديات أو أنواع من الفشل، وبنتساءل إيه اللي بيحصل؟ أنا مش اخترت كويس؟ أنا مكنتش عايز أعمل خير؟ كنتش عايز حاجة للبنيان؟ إيه اللي بيحصل لي؟ عدو. إزاي بيشتغل هذا العدو؟ بيلخبط، بيحور، بيخلط الأشياء، يلخبطها، يشكك في قيمة القرار اللي أخدناه، في ما نقوم به. يقول لي انت ما خدتش القرار صح، اختياراتك مش صح. يوقعنا في التردد، يخلع مننا السلام. هو روح اللخبطه، او يخلينا نرجع لورا، نتكاسل، همتنا تبرد بعد ما كان كلنا استعداد طيب. نحس ان احنا بنرجع لورا، العزيمه بتبرد. او كنت ناوي على خير معين أقوم بيه، أقول لا كفاية كده، أقلل من الخير اللي كنت ناوي أقوم به. العدو بيأتي ليلا في خبث، عدم وضوح، عدم صراحة. وفي حياتنا بنفوفاجأ إن الخير اللي كنت عايز أعمله إيه اللي بيحصل، في زوان وسط القمح. العدو الشرير أحبائي ننتبه، يلسع، يحزن، يثير القلق والاضطراب دائما بدواعي كاذبة. يلسع ان يبتدي ايه، كانت الامور ماشية كويسة، تجي لي فكرة، صورة تغيرني تماما. لو سكت واستقبلت كلمة الشيطان ديت، العدو الشرير، هلاقي الحزن دخل فيا وتلخبط وابتدى التردد، واسأل هل كنت لازم اعمل كده ولا انا القرار اللي اخدته صح ولا غلط. يثير القلق والاضطراب بدواعي كاذبة، يعني طريقة عرضه للموضوع فيها كذب. أما هذا الرجل اللي بيأتيه الخدم بيقولوا له أنت مش زرعت زرع طيب؟ مين اللي حط الزوان؟ هو بيقول أنا واثق في الزرع الطيب، أنا واثق في الروح الطيب اللي زرع في هذا الزرع، أنا كل ثقة واطمئنان وإيمان بالمستقبل، أنا واثق، أنا مش خايف. الله هو إله السلام، واللي بيقول لنا لا تخف من هذا العدو اللي بيعمل دوشة، يلخبطة، يثير القلق والاضطراب. نستمر ونقول لما يأتي الوقت، حأتي الوقت إني أفصل بين القمح والزوان، إني أقول ده قمح هو للبنيان وللخير والحياة، أما هذا الزوان فيعطى للنار لتحركه. أحبائي هذا الإنجيل بيدعونا للثقة، لليقظة، للرجاء، للاطمئنان في الرب إنه معنا دائما. ونلتقي في حلقة قادمة من ختم النور.